أخي السائق، في سرعتك الزائدة أثناء قيادة الدراجة النارية قد تكسب بعض الدقائق وقد تخسر كل حياتك، قرر بنفسك. مركبات محطمة توضع على مفترقات الطرق كجزء من الحملة المرورية مين راح؟ رسالة موجزة لمصير من يصر على السرعة الزائدة، فللقيادة السريعة نهاية مريعة، واقع يجب أن يدركه الجميع. لابد أن نضع الجميع عند مسؤولياته حتى يستشعر الجميع مخاوف طبعا هذه الكوارث. لذلك كانت هذه النماذج هي نماذج حية بوضع سيارات متسببة في حوادث المرور في مفترقات كبيرة من قطاع غزة، حتى يستشعر المواطن طبعا بكوارث هذه الحوادث ويستشعر الآلام التي شعرها من كان ضحية في هذا الحادث المروري. الحملات المرورية المكثفة لضبط السائقين والمركبات المخالفة لم تفضي إلى إحداث تراجع في أعداد حوادث الطرق، بل إن الإحصاءات تكشف عن تزايد في نسب الضحايا والمصابين. تقريبا في عام 2016 بلغت عدد الحوادث 12,000 حادث مروري مسجل ما بين مسجل رسمي في دائرة الحوادث وبين تم حلها ودي عن طريق الأطراف. هناك 90 حالة وفاة في عام 2016. تفاقم الحوادث المرورية زاد من المطالبات بضرورة وضع حد لها عبر وسائل ردع كافية، وسائل يقول مواطنون إنها يجب أن تتضاعف وتتسع رغم شكوى بعض السائقين. كل حملة بتكون بتحافظ على روح المواطنين احنا معها على طول، واحنا بنناشد برضه الحكومة تعمل دائما حملة زي كده توعية للسواقين وللناس، حتى المقطع المشاة تعلم مقطع الخط الأبيض يعطي فرصة، والسواق اللي بيشوف إنسان واقف بيمشي على خط المشاة برضه يعطي الفرصة إنه يمشي. السواق لازم يكون في تأني تام يعني كامل، لازم يكون بدل العين له 10 يعني يمين وعن شمال وفوق، لأنه في بقطة وعندنا زحمة هلقيت سيارات كتير. لزيادة حوادث الطرق أسباب لا تقتصر على إهمال السائقين أو ضعف وعي المواطنين، لكنها ترتبط كذلك بحسب مختصين بضعف البنى التحتية وغياب الخطط الاستراتيجية للتعامل مع الزيادة المضطردة في أعداد المركبات. محمد الأصل، تلفزيون القدس، قطاع غزة.